اسعد الله صباحكم مشاهدينا الاحبه اينما كنتم، ورحبوا بكم اجمل وارق الترحيب. حياكم الله وبياكم في حلقه جديده من برنامج واحد من الناس اللي عودناكم دائما نطلع عليكم بهذا الوقت الصباحي للحديث مع ناسنا ومواطنينا الاحبه في بغداد، واكيد يوميا في مكان، يوميا في منطقه، يوميا في سوق شعبي، ونتجول بين اهلنا وناسنا، وهذا واجبنا. اذا تحدثنا بلسان حالهم فهذا واجبنا والمردود لنا، واذا نقلنا صوره واقعيه فهذا ايضا فخر لنا، لانه احنا ننزل وياهم لواقعهم، لواقع الناس. يعني مو حاطيننا مكتب ونسولف فيه، لا، واقع حال ونسولف بقوه لسان المواطن، وهذا بمسؤولية كبيرة تقع علينا من جانب قانوني ومن جانب أخلاقي وأخلاقيات المهنة الصحفية اللي تحتم علينا نكون منصفين بحق الناس وبحقنا أيضا. هواي زرنا مناطق وهواي سولفنا بيها وهواي ذكرنا حياتنا اليومية بشكل أو بآخر، هواي طالبنا، هواي وقفنا، هواي سولفنا، وهواي انطنا ملاحظات. لكن هسه اي واحد يقول والله احمد شنو يعني شنو فائده هذا الكلام اللي يوميا يطلع؟ اكو واحد يستمع، اكو واحد يحس بمسؤوليته وتتحرك مشاعره وتتحرك ارادته لخدمه هذا البلد لو ماكو؟ مرات انا اقول والله هواء في شبك، يعني حكينا بعض الاحيان نقول والله هواء في شبك، وبعض الاحيان لا والله نصف مع نفسنا نقول لا والله اثرنا، سوينا ناتج وجبنا ناتج ونتيجة، وبالتالي شئنا أم أبينا هو هذا واقعنا ونسولف به، ونسولف به بالقوة، يعني ما نسولف به، ونسولف به بالدليل، ما نسولف به عليك يا الله، نسولف به بالدليل. وهذه هي الصورة الواقعية للناس اللي يعيشونها في بغداد. يوم احنا في منطقة الزعفرانية سبق وزرنا هذه المنطقة، هواية منطقة شعبية، منطقة مهمة بجنوب العاصمة، منطقة لها شواخصها التاريخية وشواخصها أيضا الاجتماعية ومهمة. قبل يومنا وثلاثة ظاهروا في ساحة الزعفرانية بما يخص موضوع الكهرباء، وقالوا احنا حان البشر، احنا ما جايينكم من غير بلد، حان حالكم توفروا لنا خدمة اسمها الكهرباء، واحدة من الخدمات اللي تقدم للمواطن اللي يعيش في هذا البلد. يعني دائرة الكهرباء أو كهرباء الرصافة بشكل عام، ما أعرف أكو فد خلل، أكو فد حزب لازمها، أكو فد واحد ضلع قوي مثل ما يقول لازم الموضوع، وما أدري معيش العالم في مناطق الرصافة تحديدا شنو الدق والنوح ما ندري. هسه انا ما اريد اخلق فد مزاجيه بين بغداد، يعني الرصافة الكرخه والرصافة، لا، بس انا اتحدث عن قضية الكهرباء. هسه قد يكون الكهرباء في الكرخ تبدو افضل، فهذه نعمة، واذا ماكو لا والله هم نروح لهم ونسولف فيه. لكن الظاهرة والأخوة في ساحة الزعفرانية وعلى أساس اعتصموا وإجوهم طمنوهم قالوهم لا الكهرباء إن شاء الله راح ترجع. يابا أنتم عندكم محطة قريبة، محطة معسكر رشيد معروفة، محطة كهرباء ضخمة قديمة المفروض توفر لها، توفر يعني توفر للمنطقة مردود. هذا من جانب. الجانب الثاني، إذا أردنا نتحدث عن وضع أمني في هذه المناطق، يراد صح حسب الوضع الأمني جيد، لكن يراد بعد أكثر وأكثر، لأنه الحالة تتطلب هالشكل. يعني عموما في سوق الزعفرانية، في سوق الهوى، راح ناخذكم بهذه الجولة والحديث مع ناسنا ومواطنين الأحبة، وأكيد عدسة الكاميرا هي خير من ينقل هذا الواقع وهذه الصورة. وأحلم في بعض الأحيان نقول ما عندنا وسائل
وسائل اخرى سوى انه هذه كلماتنا اللي نقدر نناقش بها ونقدر نطلع بها ونقدر نتحدث بها بجرأة، لانه الوضع العام بصراحة اصبح لا يطاق بصراحة. مرات احنا نذب اللوم على المؤسسة، مرات نذب اللوم على نفسنا احنا كمواطنين، وهذه حياتنا يعني اصبحت بهذا الشكل هم ما ترد. واصبحت العيشة تتطلب من عندنا الكثير، تتطلب من عندنا المدرسة، تتطلب عندنا الشراء، وتتطلب عندنا المقدرة على التوازن بين العائلات، وتتطلب من عندنا الكثير يعني. واصبحت الحياة يعني صعبة جدا. هسه انا اتحدث بشكل عام، وهذا من منطلق البلد بخير، من منطلق البلد يحتاج لأكفاء، من منطلق هذا البلد ولاد بالطاقات، من منطلق اللي لازم نحسب حساب الخطوات القادمة شلون، لازم يكون أكفت صيغة عمل لإرضاء الناس، وبصراحة لإيصال صوت مهم جدا في هذه القضية. السلام عليكم شباب. وبالتالي هسه واحد والله يقول لك يا ما اجيت وصورت، يا ما سولفت، وشنو الفائدة وشنو الغرض؟ ما هو كيلو اللحم هسه ب 23 22، شنو اللي غيرته؟ الدولار جاي يصعد، شنو اللي سويته؟ الطبيب جاي يقصب قصب، شنو اللي عالجته؟ الصيدليات جاي معروفة وضعيتها، شنو اللي صار على مدى سنوات؟ هي مسؤوليتنا بصراحة. احنا هم عايشين في هذا البلد وعارفينه، هم يعني الناس تشوفنا، وهم احنا نشوفهم بحياتنا اليومية البسيطة، هم احنا نتمرض وهم نروح للطبيب ونشوف التعامل شلون، هم تصير عندنا بعض الأحيان نروح للمستشفيات وهم نشوفها شلون متهالكة ومنتهية، ونتحسر ونتألم يعني نتألم، لأنه الوضع هالشكل يعني. الوضع في بلد نفطي بزمن الـ24 على الـ25، بلدان العالم تطورت، بلدان العالم تقدمت، وإحنا للأسف على هذا الوضع يعني. كهرباء ماكو، ورصيف ماكو، وتبليط ماكو، ومجاري ماكو. اذن هن يعني اذا تريد احتياجات الناس شنو؟ والله على عدد اليد، الاصابع اليد الوحده يعني ما تتجاوز يعني الاكثر. سولفنا على مدى سنوات، سميناكم بالاسماء، قلنا فلان فاسد، فلان ياخذ رشوه وبالعين نشوفه، فلان سرق الميزانيه وذاك هو قاعد بحماياته، فلان يعني شفناهم وعرفناهم يعني، لكن دون جدوى ودون معالجة. وإذا أنت هنا ما تعالج الموقف وتكسب رضا الناس وتكسب ود هذه الطبقة، فأنت لا بيك ولا بشغلك يعني. أي لا بيك ولا بشغلك. عموما الأخوة في سوق الزعفرانية، مثل سوق الزعفرانية تحديدا، هو سوق الزعفرانية يعني خلي نقول الطبقة المتوسطة والمتدنية، وهذا الموضوع يعني يثير شوية آلامنا، ونتألم لما هو الوضع الآن عليه بهذه الطريقة وبهذه الصورة، ونتأسف لأنه وصلنا إلى هذه المرحلة. قد تكون اليوم مرحلة المفروض انتقالية، المفروض مرحلة أنه تعيش فيها في شعب متساوي، المفروض تعيش فيها بصورة أفضل وأوضح، لكن للأسف أنه تشوف هذا الواقع، وهذه مشكلة وضع الناس وظروفهم وحياتهم ونساعتهم شباب. وهذه هي إمكانية الناس، هم وصلت إلى هذا المستوى الصعب يعني بصراحة. الله يساعدهم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله زينين. يا الله اتفقوا ان شاء الله، اتفقوا على البضاعة يا الله. شلون اخوي؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله زين. شلون امورك؟ مرتاح ان شاء الله؟ الحمد لله. شلون وضعكم؟ على الله. شلون سوق الزعفراني؟ نعمة. ان شاء الله دائم. خير من الله. ونفرح من نشوفكم تشتغلون. الحمد لله. حركتكم مشتركة.
كله ماشي. امور ماشي. كله ماشي الحمد لله. خير من الله. شلون اوضحكم بعد هاي المناسبة يعني محرم شوي يكون بها يعني. خير كله بركة. الحمد لله والشكر على الله. يصالك هنا بالمحل. قديم بالسوق. بس ملتقين. اي ملتقين. لقاءنا الثاني ولا الثالث؟ لا الثاني. ان شاء الله خير وبركة. ان شاء الله. نفس ذاك اللقاء لو تغير الوضع لو. لا كنت لي قدامي هناك ان شاء الله. طورت يعني؟ الحمد لله محلي وحدي كنت شريك طلعت هسه محلي وحدي. هاي نفرح بيها. الحمد لله وشكرا. جيد وعشتي. الحمد لله. أتمنى لك التوفيق الدائم. الله يحفظك رحمة الله. ورزق الحلال. تسلم. الله يديمك. الله يحفظك. وضع السوق يعني بشكل عام يعني سوق شعبي احنا الآن. خير من الله الوضع. أنا أقول لك من يبدي من يوم 20 لحد يوم 5. هاي الباقات الأيام تطفر. يعني تعودتوا على الرواتب. الرواتب. أنا البارحة كنا بقضية سلم الرواتب تظاهرة والموظفين الظاهرة هذا هم يأثر يعني على عليك أنت كصاحب محل صغير على قد الحال طبعا يأثر ماكو رواتب ماكو شغل احنا وراءنا إيجارات زيادة الرواتب خير من الله خير من الله يصير ماكو طبعا ماكو واحد بالسوق ما يشتغل كلها تشتغل أي واحد يقول لك ماكو شغل بهاي لا لا كذي كلها اكو شغل بس أنا أقول لك هاي بنص الشهر تفتر تبقى عادة عن نص تطفر هاي كانت هاي قبل موجود لا وين اكون استمرار خير من الله كانت نعم الحمد لله الحمد لله وشكرا فوق ان شاء الله الله وعلي ان شاء الله ماشي ماشي هي الحمد لله شيء الصحه والعافيه اهم شيء وكله خير من الله الحمد لله وشكرا حبيبي سعيد بشوف جزاك الله خير الحبيب موفق ان شاء الله حلو من نشوف شبابنا بهذه الله يساعدك الحبيب شلون اخوي شو اخبارك قواكم الله السلام عليكم شلونكم زينين شو اخبارك لا مبرده لا شو ما تقول شو اخبارك الله يسلمك شلونك ابو شهاب زين ان شاء الله اي والله شلون الوضع شلونك ابو شهاب ان شاء الله شلون صحتك شلون امورك الله يسلمك نعم ان شاء الله والله الحمد لله انت شلون الله جوركم وجزاك ان شاء الله الجميع ان شاء الله يسلمك الله يوديك تفضل الله يسلمك فتره وفتره نزرق لنا زرقاء عليه اي والله احنا ملتقين هواي وياك طبعا وانا اتشرف اكثر شيء وين اكثر شيء مقابل محافظه بغداد احنا عقود تنميه تقالي محافظه انا واحد من عندهم بعد معاناه 8 سنوات لا والله بعد لحد الان ماكو اليوم الظاهر اي ذاك اليوم الظاهر احنا والتربويين وكل شيء ماكو لحد الان تلون شوي ايش تسوي لان العالم يعني تعبت من هاي الفتره هو شنو المعالجه للموقف على اساس المحافظه التقاكم ما جاي يسوي شيء يدور قانونيات واللي جوا ايد المدراء عامين كلهم يصيغون الكتب خاطئه وترجع الكتب يعني تروح للامانه العامه وترجع بالغلط اي احنا اخر كتاب مره مرتين اخر كتاب رفعوا لنا يابينا هو نفس المحافظ رفعوا لنا 4 شرائح ما ادري 6 يعني هو رئيس الوزراء هذا شوفه ما توافق عليه ذوي الاحتياجات الخاصه والماء والمجاري والمدري منه والاجور يومي والهذا كله ايش قد عددكم احنا 968 عدد هو يعني هسه 20,000 المحاضرين مال الرصافه الثالثه وافقوا عليهم وهم طلعوا 3/4 موظفي خدمه وحرفيين وهذه وربع من عندهم بس اداريين و... زين الحاله شلون والله احنا يعني شو خدمتك والله المحافظ انا 8 سنوات والله من بوك الصلاح عبد الرزاق انا متعين بال 2011 هذيك الايام تروح يعني شلون؟ لا ما نروح هسه احنا حتى اذا قدم على الرعايه هم يقولوا لي انت اي موجود عقد لحد الان مستمر بالخدمه. الان لحد الان مستمر؟ اي كاتبين مستمر لان هم ياخذون رواتبنا ويصرفون وين على المشاريع. احنا فتره من الفترات حاججنا محافظ بغداد جاب محمد جابر العطي قال تخصيص مالي ماكو رحنا للماليه هنا قابلنا واحد بالماليه قال هذا كتاب شوفوا صار في لهم مال سنه كامله 800 مليون مال رواتب مال سنه واحده. من جينا علقنا هذا الكتاب شوفوا مال تخصيص مالي قال مو صرفنا على المشاريع لان المقاولين يطلبوني وهذا يعطيتني زين احنا شلنا علاقه بالمشاريع؟ احنا ادري هي مخصصين له مبلغ بالمصرف حتى يستلمه احنا محل وخسرت وانا ادفع مكانك واساعدك لو دوله ومؤسسه وتعمل بقانون المفروض وماشي احنا ملينا من النواب ما خلينا نائب ببغداد ما رحنا له هاي 8 سنوات احنا اكو عائق امامكم تحسونه هو هذا العائق لو ما له علاقه والله العاقية قلت لك المدراء عامين المحافظ المحافظ نفسه وياكم نيته وياكم لو انا بس المحافظ جاي يدور قانونيات هي الشغله القانونيات هذا كتابكم قانوني احنا حصلنا استثناء رئاسه الوزراء من رئيس الوزراء حصلنا استثناء من رئيس المجلس اخر شيء
يعني بعد اكثر من هاي واحنا قابلنا شو اسمه المحافظ قال اذا المجلس يوافق عليكم انا راسا اوافق، اذا هسه المجلس وافق علينا وطان الاولويه، وحتى احنا وقفنا الرابط هسه مال التعيينات تدري، لان المحافظ رايح للعمره وطالقين التعيينات، صار هاي وينك هيجي يعني ما تعرف الوضعيه شنو هي. زين انت المحافظ انت رجال تجيك بس كتب وتوقع، هاي ما تعرف بالاداريات وبالقانونيات وبالهذا يعني، حتى لو يعرف بس شنو كل من اختصاصه، خلينا نقول طبعا تخصص يعني بالموارد البشريه يعني اختصاصه مثل المحافظ، واحد مسؤول هي صحيح تجي سلسله مراجع توصل للسكرتير وتوصل للمدير مكتب وتوصل للمحافظ، بس بالاخير هي شنو صيغه الكتاب والهاي اللي يصيغها هو مدير عام المدير موارد بشريه. احنا شد ويانا ذيك الفتره كلها محمد شو اسمه حيدر اليعقوبي، حيدر باسم اليعقوبي اللي كان على الوقف، لا هو كان على شو اسمه لجنه التعويضات مال محافظه بغداد مديرها كان سابق، وجهنا على الموارد البشريه من نجي ولحد هسه ما طلع، يمكن لحد الان هو يصيغ الكتب بمكان اللي موجود، لان يعني ذاك جزي يستعين بيه بخبرته. رجع كان خليه طول وياك اليوم اريد اوصل وياك النتيجه والله، لانه بالتظاهرات كلها تريد تحكي وكلها تريد تسولف. شفت انتم على مدى 8 سنوات هسه قد يكون ذكرتهم يعني يتحملون جزء من المسؤوليه، لكن بالبدايه انتم وين كنتوا؟ شو عجب من البدايه؟ 8 سنوات ما محلوله قضيتكم؟ عندنا يعني فيديوهات موثقه عطواني العطواني من استلم بعد علي التميمي، هو علي التميمي قعدنا طبعا انتم مظلومين وانتم هذه وانتم لازم نرجعكم وانتم ولدنا بالمحافظه وهذه، بس هذا كله حكي حبر على ورق كل شيء ماكو. حتى هو قال بوقتها قابل ابنيه وياني هم كانت باللجنه قال لها انتم لكم الاولويه وهذه وانا بس هاي، وطلقه وراها التعيينات مال 1500 درجه مال الامن الغذائي، راح على حاشو كان يقول لي انا كلامي ذاك كان حبر على ورق، يعني مو يعني شلون نستند عليه من يعني على كتاب رسمي، لازم حتى انت محافظ من قلت يعني حكايه لازم تلتزم بيها. اي احنا المحافظ هذا خوف احنا دعمناه بالانتخابات وبكل شيء وقفنا وياه ووعدنا قبل الانتخابات ورا الانتخابات هم نفس الشيء، رحنا له وقال اني ما اترككم واني انتم ولدنا وما ادري شنو هاي، بس شنو قلت لك الصيغه القانونيه مال الكتب اللي يصيغوها غلط لازم يخلونا بيها، فد مره خلوا بيها شنو من الماليه صدر كتاب قال ماكو عقود جديده خلال هاي السنه اللي استلم بيها محمد شاعر السوداني، هم شو مسوي لنا كتاب ابرام عقود جديده. زين احنا عندنا خدمه واحنا اصحاب خدمه قديمين وعندنا امور اداريه. انا ابو حسين هسه انا هي قضيه يعني مو بسطيه، واحنا قاعد بالشارع وما حد يعني هسه كتاب ما يعرف يكتبه النية مو صادق. ايه النية مو صادق، هو يتعمد يصيغ الكتاب خطا حتى يرجع الكتاب، هو مجرد شنو جاي يفرنا بنفس الحلقه، لا يريد يقدمنا ولا يريد ها هي تخلص التعيينات هذه اللي تروح للدرجات وبعدين يقول انا شو اسوي بيه مو بيدي، يعني كتابكم نايم بالاموال العامه. ابو حسين الحبيب جزاك الله خير، الله يسلمك. اشكرك سعد، انت دائما طبعا حاضر ويانا وافق مشرفه، الله يسلمك رحمه الكريم بدون شكر هذا واجبنا، ويعني وهاي الوجوه تتلاقى. والله احنا هسه مناشده نريد رئيس الوزراء، يعني انت سياده الرئيس انت انطيتنا كتاب استثناء حصلنا، واحنا اصحاب قضيه واصحاب رئيس وزراء وما ينفذها يعني المحافظ لو ما ينفذها ليش؟ يعني بس اريد افتهم شنو فرقنا عن الشرائح الباقيه، يعني شنو ليش؟ احنا عندنا خدمه قديمين، يعني هسه اللي بالجيش بالدفاع والداخليه مفسوخ عقده رجعوه، احنا عقدنا ما مفسوخ لحد الان مستمر عقودنا، عندنا اوامر اداريه ليش ما يرجعوننا حان كتاب هذا مال الماليه؟ كتاب الماليه ما عد باللجنه، والله عد جماعتنا باللجنه دزلنا اياه، انا اعطيك رقم ودز لي اياه بعدين شوف شنو هاي هذا ملف فساد هذا طبعا. ها واحنا شنو؟ في ملف هذا اي طبعا، اذا اكو كتاب رسمي هذا ملف صحيح، بس شو الفائده يعني حتى لو طبت النزاهه ما تسوي لهم شيء يعني سلمني مو صحيح ابو حسون الحبيب بارك الله فيك الله يديمك. السلام عليكم كابتن. لا والله خلي شويه اسولف عن ابو حسين، يعني انا يا اخواني والله هي انا خادم والله العظيم، لا انا اريد اسولف من جانب قانوني، يعني ادري هي محل اسواق وواحد يخطا بيها مره مرتين ثلاثه، محل فلافل واشتبه باللفه، كتب رسميه ودوله ومؤسسه وموظفين وجاي يستلموا رواتب من الدوله ومخصصات واموال وابها وسيارات،
يعني أي عقل أنه يخطأ في كتاب؟ هسه خطأ في كتاب واحد، الثاني والثالث، وصار له 8 سنوات. يعني هذا لعب بمشاعر الناس أولا، وطريقة بصراحة لي السخافة سؤال فهم يزعلون والله. هذه طرق ملتوية على القانون وعلى الناس. لو واحد يسولف مالت الله قدام الناس وقدام ربه، لو يلصم حلقه ويسكت. مرات ننزل وياكم الى مستوى والله العظيم مخجل، وما اريد نسولف اكثر لانه وصلتونا الى مرحله ما تسوى السوالف. يعني هذا القانون، وين القانون؟ القانون على اللي يبوق له باكيه كلينس يطبق القانون؟ لو اللي خدمته 8 سنوات ومستمر هسه يطلع له مستمر بالخدمه؟ انا سائل وين القانون والقضاء عن هذه الامور؟ يعني وين الاخوه النزاهه؟ ما معقوله هالشكل تدار الامور. يعني احنا مرات والله العظيم ساعه هي بس تخلص عمرنا على السوالف اللي نشوفها بالشارع وبالسوق وللاسف يعني للاسف يضطر واحد يطلع عن الطريق ويسولف سوالف تيدون ننزل الى مستوى ضحل يعني، وما نقدر لانه احنا نعرف شلون نسولف. هذه قضيه لازم يعني الى مكتب رئيس الوزراء المحترم، الى السيد رئيس الوزراء المحترم. الآن أنظار الناس المواطنين العراقيين عليك، لأنه أنت رئيس دولة الآن، رئيس مؤسسة عريقة بهذا البلد. هذا ملف وانضع أمامكم، والزلمة يطلع ناقش مثل ما يسولفون. يعني الزلمة يطلع ناقش على أرض الواقع. خذوهم موظفين، قالوا لهم استراحة، اقعدوا، إجازة إجبارية. بالقانون ماكو اجازه اجباريه. شلون اجازه اجباريه؟ هسه حتى باللغه العربيه ماكو اجازه، يجيز، اجاز، مو اجباريه. هسه قد يكون واحد انه هسه باللغه العربيه هي هم نفسرها لكم. كتب رسميه يقولون كتبهم رواتبهم مجمده، وكتب تجيهم تقول لك والله رواتبهم مستمره. ويروح يجوز يقدم على فد وظيفة يقول له لا أنت موظف فلان دورة دائرة فلان مؤسسة. وهاي يعني هذه شماعة. الغرض هو يعني الاستهانة بمشاعر الناس لا أكثر ولا أقل، صدقوني يعني. شلونك حب؟ ضوجنا يا أبو حسين. شلونك؟ شو أخبارك؟ يعني أشكرك. إن شاء الله زين. الحمد لله. شلون الأمور؟ خير الحمد لله. والله حياك الله. هذا مضيف الزلمة عامر. والله شلونك عمي؟ رحمة على امك وابوك. الله يديمك. بس توصل صوت مع الله يخليك خادم ربك. سول احنا بالزقاق 66 محل 977 زقاق 66 تقدر تقول مو بس الزقاق مالتنا يعني الفرع لا المربع مالتنا كله هاي اليوم الرابع ماي ماكو. اي والله العظيم اللي سمعته كهرباء ما مو النوبه ماي سووا الكهرباء بس ماي امانه الله ماكو. وهسه اتمنى تجي وياي وتشوف بعينك الناس شلون قاعده تجيب المي. هذا اللي يقول بسياره هسه انا من الناس دايد اروح اشوف لي فتنكر اترس لانه اي والله العظيم اي والله هذا اليوم الرابع الله شاهد عليه. وتقدر والله العظيم هسه خوب بدي اعطيك محله وزقاق وتقدر يعني تتحرى على هذا الموضوع وتشوف تقول لي انت كذاب. لا حشاك خسل مخاسلين والماعين تدري شغلة البيت ماعين ما بمجال. الله شاهد الله شاهد طلعوا هم مظاهرات قبل اي على مود شغلة الكهرباء بس والله العظيم مي هو الله شاهد عليها. وعندك منطقة رسمية هسه تسولف عنها هاي طابو لا تقول زراعي ولا تقول حواسم طابو زين اعطيني تليفونك عم اذا تسمح لي بتليفونك انا اكتب لك رقمي زين وتخابرني اليوم والله حتى لو اضطر انه اجيك رحمه على امك وابوك والله العظيم سويها الله ما الله يديمك ويحفظك الله يخليك. هسه هنا نكتب رقمي اي انت بعد 07
هذا رقمي وتخابرني. الله يرضى عليك. الله يديمك عمي. هذا رقمي يمك. وبي واتساب وراسلني اليوم. ماشي. حتى هسه شوي. لا اجى يعني اقول لك اجانا المي. انا يجوز اليوم اجيكم. اي على راسي. اليوم اليوم الحبيب. على راسي. الله يديمك. لما عين ان شاء الله ينباع على قولت علاب. شلونك؟ الحمد لله بخير. بارك الحمد لله. شلون الزعفرانية؟ شلون والله زينة الزعفرانية شوية وياها وياها مثل ما حكى الأخ إنه الكهرباء والمي. الكهرباء هسه خصصوها إنه كل منطقة لها ساعتين بساعة، اكو منطقة لها فعلية لو فعلية ونقدر نشوفها. جربناها بس هسه اليوم أنا يعني اليوم قبل لا أجي المحل اشتغلت الكهرباء ساعة، قبلها ساعتين ماكو، يعني عكسوها. زين زين. المي من جيت ماكو مي، فمن وصلت للمحل خابرونا قالوا اجى المي بس قليل يقطع، لان تعرف انه منطقه كبيره، فكيف يعني انه هذا يترس وهذا يترس وذاك يترس، ما راح توصل المي. اكو فد كسر بالانابي مثلا، اكو فد كسر شيء، اكو فد كسر والدوله يصلح له؟ لا يتصلح، سووا له من هنا جابوه من الفلكه في الكمال الزعفرانيه لحد الجسر الجديد اللي هو جسر غزه. زين. فصلحوه هم مبارك جهودهم، ف تصلح هو بس هواي عالم تأذت من هذا المي، خصوص يعني المي. فنتمنى انه اكو هي محطة على دجلة عندنا بس ما لها تيار كهرباء، يقولون القابل مالتها محترق، ذاك اليوم نزلوا النواب الزعفرانية قالوا انه القابل مالتها طاق، فشغلوها على المولد. تعقلها انه دائرة حكومية طاق القابل مالتها والكيبل وظل هيك معلقة؟ تعقلني انا اسولف لك من نواب بدون ذكر اسماء، يعني ثلاث نواب عندنا بالزعفرانيه. زين. بس ما حد اشتغل، ما حد جاي يمشي، ما حد جاي يتحرك لاجل هذا الشعب، يعني في هاي المنطقه يعني الشعبيه اللي بيها هوايه احياء سكانيه وبيها هواي عالم. صح. ويعني منطقه حيه بيها هواي عالم، مو منطقه نايمه او بيها سكان يعني ما يطلعون. انت صرت نص بغداد يعني. اي صح، صرت نص بغداد وعلى دجله. صحيح. اي والمي قريب علينا من المي. اي والكهرباء هذه الاطراف اللي لا يمهم نهر ولا اي أيوة. والله الله يساعدهم. انا جدا ممتن اشكرك، بس اريد احكي بخصوص اني طالب سادس. الله يساعدك. امتحنت كل هندور اول. يا الله. اريد احكي على انه الاسئله. زين. اني طالب سنتين بالسادس ما شاء الله العام. قيم بالسادس. اي العام اجلت ثلاث مواد. زين. طلعت معدل قليل كسرني، جيت ما امتحن لا دور ثاني ولا دور ثالث ولا دور رابع، ثلاثة امتحنت عد السنة بحرها وبردها والخصوصي وفلوس ذبيت هواية أهلي تأذوا. فامتحنت الأسئلة جتي أبد مو منهجية، أسئلة فكرية نمط فكر كلش، يعني أنه يميزك الطالب الذكي عن الطالب اللي قوي وقاري. لا القاري مو المتوسط. القاري المادة، لان هو جاي يجيب لك فكره انه هي هاي الفكره شفره مال السؤال كامل. زين. هاي الفكره اذا ما حليت الشفره ما راح تحل السؤال، فلذلك انه نشوف التاجيل نسبه 75%، نسبه 50%، نسبه النجاح بالرياضيات هسه قالوا 15%. يعني طلاب هواي، طلاب هواي ماجله وهواي راسبه، فانه احنا نريد التربيه انه تراعي ظروفنا. شو تسوي لكم بالله هسه؟ خلاني اصير من جانب التربيه، يعني ايش تسوي لكم وزاره التربيه مثلا؟ شو تقدم لكم؟ دور اول ودور ثاني ودرجات واضافات وهذه الامور، يعني هسه هذا حكي وزاره يعني مو احمد، لكن هذا واقع حال الان. ايش تسوي لكم بعد اكثر يعني؟ احنا المشكله وين؟ بالوزاره لو المشكله بقضيه الكادر التعليمي والتدريسي. انا يعني سنتين متمكن، انا يعني عندنا فلوس الحمد لله، دخلت اهليه سنتين انتساب سويت، لان هو الكادر الاهليه ما جاي يعيننا. فكيف كادر الحكومي؟ كادر الحكومي يعني كلش متهالك، عندك هواي مدارس يعني خاصه بالزعفرانيه طلابها كلها جاي يسوي انتساب. ليش؟ حتى يقرا على اليوتيوب. طبعا منصه اليوتيوب والله منصه يعني هاي جتنا شكر، هذا يعني منصه بيها مدرسين. اي هو احنا عشان نستفاد منها. هواي طلاب طلعت 100 بالجنوب بالمحافظات. زين. 100 بوينت هلقد كلية من اليوتيوب، ما عندهم فلوس، عالم عايشه بالطين ما عنده فلوس، فطلعت من هاي المنصه انه طلعت هاي الدرجات. بس احنا هي غرض الوزاره انه هي تعين الطلاب، لان هي جاي فتره قصيره يعني 6 اشهر ما تكفي للطالب،
صح ما تكفي. كم ماده تمتحن انت؟ سبعه. انا امتحنتهم كلهن سبعتهم، لان بعد ما تقدر دور ثاني وامتحان وتعال تروح بالحار. ما من درجاتك هسه لو الحمد لله هي اهليه. صعب صعب الحكومي، حكومه صعب صار بالعراق. الشخص اللي يروح للحكومي يكون متمكن، لان انت تعرف الطب العام، الطب العام اللي يروح له هي كل هي كلها طبيه تروح، مو كلها، بس هو اللي يروح على الشيء اللي بيه بيشغل. وين اتجاهك هسه؟ هسه مثلا انا وين تريد اتجاهك؟ وين تحس نفسك ان تريد انت توصل لهذا المستوى؟ انا كنفسي اريد طبيه، طب اسنان، صيدله، الطب العام بعد ما وصلت له اقدر. من ولا اسئله ما تطموحي يعني. الله يكون في عون وموفق ان شاء الله. عيني اشكرك واتمنى لك التوفيق الدائم والنجاح الدائم ان شاء الله. مرحبين بكم وشكرا لكم. ابطال والله. اشكرك. جزاك الله خير. تحياتي لك حب. بالسلامة. الله يديمك. هذه واحدة من القضايا اللي بصراحة ابو حسين اشوفك بخير ان شاء الله. الله يديمك. الله يحفظك. القضايا اللي لها باب يعني بشكل او باخر، لان القضية اكبر ما نتصورها بصراحة. مسألة التعليم، مسائل عدة. السلام عليكم. شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ السلام عليكم. شلون قلبك؟ شو اخبارك؟ متفاجئ الاخ. شلونك؟ شلون صار؟ ان شاء الله زين. شلون امورك؟ ربي يحفظكم. الله يخليك. طافي يا اخوي. اي والله استوى طفت. جماعتك عدتهم مولد وطن. مو احنا مولد واحد. يا الله ان شاء الله خير. الله يخليك. شلون المولد وياكم؟ ليش الامبيري يا ابو الامبيريه هنا جاي ياخذون 10 بس مو السوق. ها يعني مو سكني. مو 24 ساعه. لا لا مو سكني بس مو السوق. الله يكرم العون. رحم الله. وطنيه شلون؟ وطنيتنا والله احنا وطني مولده ساحبي من يمه يعني ما نعرف، بس شويه يخربط عندنا خفي يعني ضعيف كلش. الله يكرم العون. ايوه. شلون شغلكم هنا؟ باب رزقكم هذه الايام شويه يعني بيها طبخ وبيها توزيع وبيها محرم يعني معروفه. حركت هاي شوية هاي يعني بالبداية بس هسه لا والله صارت 3 أيام. اي والله موفق ان شاء الله. رحم الله والديك. الله يخليك. ربي يحفظك. الله يخليك. طيب يا حبيبي. يلا عم نشوفك ان شاء الله بخير. انت بمدرسة لو لا؟ بياصف جيد يعني ضابها؟ اي جيد. هاي عاشت ايدك. موفقين. الله يديمك. هذه السلام عليكم. وهي قضية يعني عدة قضايا. السلام عليكم. شلونكم عمي؟ شو اخبارك؟ شلون الصحة؟ السلام عليكم. شلونك حب؟ شو اخبارك؟ قواكم الله. قوا حيلك. شلون امورك؟ يا قناة. قناة زاقروس وبرنامج واحد من الناس وطالعين انا وياك هسه والناس كلها تشوفنا ان شاء الله بخير وسلامة. ان شاء الله. شلونك عمي؟ الله يحفظك. عافيتك. الله يحفظك. يلا زين. الله يساعدكم على هذا. خل الاقيها لا تسمح لي. عادي 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 الحمد لله رحمه. زفرانيه شلون؟ بخير. من قدامه من الجدد؟ قدامه وجدد كله واحد. الله يقول بس العالم تشكي هالايام. هالايام بالخصوص صار كم يوم من الانترنت والكهرباء. هسه الانترنت مقدور. اي الكهرباء ما مقدور. الكهرباء عويصه. سالفتها شنو بالزعفرانيه؟ الظاهره والجماعه ذاك اليوم اكو حل ونتيجه؟ مساله لو رصافه كلها مثل ما يقول مساله عويصه او كبرى بالاحرى. زي. اذا تريد الكلام الصحيح زين لها حل وما لها حل. الاستعمار ما يخلي يصير عندك كهرباء. يعني الكهرباء موضوعها سياسي. سياسي 100%. اذا صارت عندك كهرباء صارت عندك صناعه، صارت عندك زراعه، صار عندك تطور، صار عندك تقدم. ما يريدك ترتقي بعد محتل بصورة أخرى. ما يريدك تتقدم بوجه ثاني. ما يريدك تتقدم. هو هذا الواقع ولكن الظاهر غير شكل. أنا هذا اللي أشوفه. إحنا ندفع ثمنها هاي؟ إحنا ندفع ثمنها. جماعتنا ما بيهم صورة حل؟ لا. ما لازمين الأمور؟ لا. ماكو واحد قلبه يحترق على هالتربة وعلى هالبلد. ماكو. انت يحترق قلبك لما يحترق؟ اي انا يحترق قلبي. ليش هو ما يحترق؟ ما يحترق قلبه. لانه جاي يدور منفعه بس. خاصه. انا اموت على هالتربه. افني روحي وحياتي. سبق وان حاربت وتاثرت ورجعت وبعدني على نفس المبدا. احب انا اغيره، احب انا افيد بلدي. كل من يجي 4 سنين يعبي بهالعكه مالته ويطلع. ما يشتغل للأيام الباقية للمستقبل.
ما يشتغل هذا الواقع. مال انصاف ماكو. لا هذا الواقع. احنا سبب لو مو سبب؟ احنا هم سبب. نعم. اللي منثور عليهم. منقوم عليهم قومة رجل واحد. زين. وننهيهم. زين. حل هو هذا؟ هو هذا الحل. ابد ماكو حل نصف؟ الاجتثاث من العروق. الناس هم طلعت تظاهرات بالتحرير. لا. اسمع لي، اسمع لي شوي. هم طلعت تظاهرات بالتحرير. والتمت العالم وصارت بها عوائل تجي تتظاهر من هذا البلد. قتلوهم. قتلوهم نهوهم. عرفت لو لا؟ بينما الدستور كافل التظاهر السلمي ويحدد لك الموقع ويحدد لك التاريخ ويحدد لك اليوم اللي تطلع به، بس من تحمل حديدة عليهم لا يتغير الموضوع 360 درجة. هذا الواقع. بعد العراق ابو الثورات ماكو الا ربك من فوق يجيب لهم فلك. يعني نسلم امرنا الى الله الواحد القهار، نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ندعي عليهم ليليه الى عشنو الدعاء. الدعاء يفلش جبال. هذا الحل. نعم. مال احنا عود وسلميه مره وعشرة وعشرين ومئات ما فات، لان مرتبين امورهم على هذا الاساس. حس اللي يسمعنا انا وياك يقولون يا ابو 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 من سيد عدنان سيد انت مو تقول كلمه من وجهه نظره. طبعا انا وجهه نظري. اسمعني انا قلنا الوضع. سيدنا هسه يقول والله السيد وين عايش بالاحلام؟ العالم وين وصلت؟ بعد وين اكو تظاهره؟ بعد وين اكو واحد يفكر بالكهرباء؟ بعد وين اكو واحد يفكر يستورد كلنس وبطل مي يجيبه من الخارج؟ شاعر يقول لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى حتى تراق على جوانبه الدم. ماكو شيء يجي بلاش، لازم بتضحية، لازم فدا، لازم فتشي. هذا يعني من المسلمات. 10 20 ايش قد بعد ياخذون بعد فدا؟ 20 سنة يلا يغيرون. عبد الكريم قاسم رحمة الله على روحه، لا تقول انا قاسمي او بكري او عبد السلامي او كذا. 4 سنين قلب العراق رأسا على عقب. أنا من إجا عبد الكريم قاسم طفل على إيد أمي ماسع على رأسي الآن. ها؟ إي صغير. أنا مولد 62. الله يديك الصحة والعافية. ب4 سنين قلب الدنيا قلب. 4 سنين وما كان عندنا هيك خيريات وما كان هيك تطور. إي إي لا أنا وياك متفقين، بلدنا ماكو مثله. عندنا ناس على على علماء، عندنا عندنا ناس افضل الناس. هذا البلد تبوك به الصين والهند وما تخلص خيراته من الله. بلد خير الى ان تقوم الساعه. ايش قاعد يردون يذلوننا؟ خيرات هذا البلد موجوده ان شاء الله باقي، ونسال الله الرحمه. اللهم امين. ويشيل هالغمه عن هذه الامه. اللهم امين. ويا مرحبا سيدنا الحبيب، بارك الله فيك. الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يبارك فيك ويسلمك. شلونك كابتن؟ شو اخبارك؟ خير الله يسلمك. السيد قاعد يمك هيك مستطرق. هلا اخونا. والله جيد. استمعت الكلامنا والحكينا وانت في هذا في مقتبل العمر، يعني هذا الكلام يألمك؟ يحسسك انه مستقبلك مجهول ما تعرفه؟ يحسسني انه راحت هيبه العراق مو مثل قبل. يعني راحت هيبه العراق، جاي يطب يبوق ويطلع، ما يجي واحد يطور، ما يسوي للأحسن، للأسوأ جاي ينزل سنة عن سنة، جاي تدهور الأحوال للأسوأ مو للأحسن. كمل دراستك؟ اي. وين وصلت يا مرحلة؟ أنا رابع علمي. موفق. نجحت من الثالث رابع علمي، طلعت 80. موفق. رحم الله والديك. شاد حيلك دراستك؟ إن شاء الله. دراستك أهم لو عملك ومصلحتك؟ والله ثياناتن مكملات لحياتك. اي صحيح. مستقبلك إن شاء الله بيهن. وان شاء الله قدر من ان شاء الله. ان شاء الله. بيش كيلو اللحم اليوم؟ العراقي مستورد؟ ارخص السوق كله احنا. بيش كيلو الغنم؟ 20 والعجل 16 وبيعظم 13. نزل؟ لا هو ما نزل، بس احنا على الربطه بدينا، يعني مو نشتري او نستورد او هاي. والله كلها طول هيك حار الربطه بدينا طول هالشيء. يعني هسه هذا انا اشتري مطمئن؟ مطمئن بمسؤوليتي. هو عندنا معامل مجربه وشايفه. رسول. رسول حبيبي. هواي ناس يقول لك انا وشغلتي نظيفه وانا ابن فلان وانا قديم. هسه انا هسه ما اعرف
ما اعرف بس انا ما اعرف بس الناس تسال شلون نقدر نسيطر على الوضع هذا؟ الغش في كل مكان صار صحيح بس تاخذ من محل ثقه طيب. تاخذ من محل ثقه غيرها ما ماكو اي بس مع الثقه تاخذ انا هسه الغش من اي مكان موجود لان هو طلي موجود. جاي طب يعني عادل جاي طب مستورد اي طلع عادل جاي طب مستورد الله يكون بالعون الله كريم موفقين ان شاء الله الله يسلمك رحمة. بارك فيكم الله عمل والله ودارينا السيد شاياته سيد ابونا ها واصلات من عندنا الله يسلمك الهوا محلها جزاك الله خير سيدنا الحبيب شوفك بخير الله يديمك سيدنا الله يديمك يحفظك يحفظك يا طيب هذه وحده من الكرت اي هذه وحده من السلام عليكم وحده من الظروف المهمه اللي نتحدث بها شلونك حبيبي شو اخبارك كابتن شلون الصحه قواك الله شلون امورك شلون شغلك الحمد لله اسمك كريم انا اسمي عمان ها عمان امور حبيبي شلونك وضعك شلون شغلك؟ الحمد لله. هنا بالسوق، خارج السوق. الحمد لله. بالسوق بس. بس بالسوق. تطلع خارج السوق. لا ما. جوحة. والله السوق. عمر إيش قد صار لك على هالكرسي هذا؟ والله صار لي من 2017. موضوع ولادي لو. واقع مكسور. واقع؟ واقع. يكسر بالحوض وكسر بالمفصل. هاي. من 2007. من 2017. 17. هلا سما قرنش. الحمد لله على كل الحمد لله استمريت ما عالجيت ما سالي يعني بالخارج يعني هسه عندك تصير لا بالخارج تكلف وين تصير والله يوم شوي سره فرنسا تقاريرك وشايفينها طبالو اي وايد خاطر باليرموك هم شافوني قالوا لا بالخارج ايش قد تكلف والله هاي عمري والله تكلف شدتين ونصج شدتين ترجع على وضعك الطبيعي اي يعني بنسبه ايش قد تقريبا والله ما اعرف النسبة بس قالوا تنجح يعطونك فد نسبة 90% 80% 100% ولان عظم الطاط يجي من الحوض المفصل يقولون تقدر تمشي ما عندك هالامكانية؟ لا لا ما رحت لوزارة رحت لوزارة الصحة لو نفس الشيء ماكو شيء وانا سير ذبيت على الراتب ما حطلع عليها شمروني على الوجبة السابعة راتب راتب معين؟ لا لا راتب مال رعاية. ليش ما تقدم على راتب المعين؟ مو هو قلت يطلع مال رعاية الحج انا ما طالع. احنا الان هسه احنا صدفة انا وياك. اي صحيح. بك البركة ان شاء الله. وجاي تشتغل تبيع على باب. الحمد لله والشكر. الحمد لله. الحمد لله والشكر. هذه امام السيد اولا وزير الصحة المحترم. زين. وهذه ثانيا امام السيد رئيس مجلس النواب والسيد ايضا رئيس الوزراء المحترم هذه حالتك وانت شاب تتخيل يستجيبون لك اذا شافوك بهذه الطريقه؟ ما ادري بعد ما ادري بعد انت هسه بينك وبين نفسك صعبه والله نشوف هسه احنا يجوز الله ان شاء الله سخرنا انه نجي لهذا المكان وهاي الساعه ونشوفك تخيل يستجابون لك ويشوفون هاي حالتك ويدزون عليك لو ما يجوز ان شاء الله اقول لك ان شاء الله ان شاء الله وهذه امامهم وامام ايضا السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعيه ينظر بقضيتك ان شاء الله بس هي صحتك افضل من ذن كلهن افضل من الراتب اي صار ايش تسوي خادم مشكور اريد تعطيني رقمك يحيى عبر حبيبي يحيى انطي اخذ تليفونه وانطي تليفون انطينا تليفونك اكتب لنا يا ورقه باليملول هذه امام ايضا السيد وزير الصحه المحترم وامام الاخوه في مكتب رئيس الوزراء المحترم انه هذه حاله امامكم وحاله موضوعها صعب مو سهل وبالتالي انه لابد انه الاشاره لها واكيد يعني اكو ناس على قدر مسؤوليتهم في هذه الحالات وفي بعض الاحيان هسه انا سالته سؤال قلت له يعني تحس انه اكو راح يستجابون لك لو لا قال ان شاء الله
هذه انه يدل على انه السلام عليكم حب، شلونك كابتن؟ شو اخبارك؟ شلون الصحه؟ قواك الله، شلون امورك؟ الله يديمك ويحفظك ويبارك فيكم بعملكم. شلون شغلكم؟ شلون شغل؟ والله ماشي الحمد لله. كيلو اللحم بيش؟ كيلو اللحم حاليا بخمسة. اي والله. اي الحمد لله. بيش والله؟ خمسة الكيلو. مو عراقي. لا هو كله مستورد بصورة عامة، كله مستورد حاليا بالسوق، كله مستورد. حط يدنا عليه نقول هذا اصلي واضح. تعرف انه حاليا يعني السوق مرتفع من ناحية الاسعار، تمام؟ اللحم العراقي يكون غالي الكيلو تقريبا ب20 فوق ال20، فالناس تتوجه لمن؟ للمستورد. المستورد شويه يعني انسب السعر مالته واهون يعني من ناحيه السعر كذا الامور تفاصيل. اكو ناس ما تتقبله، يقول لك والله ما اتقبله، اروح اشتري ربع كيلو ولا اشتري ربع كيلو عراقي كطعم احسن ما اخذ لك كيلو مستورد وما استفاد من عنده، تمام؟ بس الفقير شو يسوي؟ الفقير يتجه للمستورد، ياخذ له كيلو يضل يطقطق بيه على قولته انه ثلاث ايام يومين هيك يمشي امره بيه. جت ايام عندنا الدجاج صار نار. اي نعم. وسوقه ارتفع واثر على الناس بشكل هم كبير جدا، مثل ما اللحم الان ذاك من ذاك اللي يشتري يضل. توجهت الناس للمجمد والمستورد. هذا احنا هنا يعني بصراحه اكو امكانيه لسد الحاجه، عندنا حقول، لو الفلاح هم يضرب بالعالي وهم يحس نفسه انه ماكو سلطه المشكله قانون. المشكله الاساسيه هي الدوله، ماكو دعم، اكو حقول مال دواجن، تمام؟ بس هاي شو راد لها؟ راد لها دعم، راد لها دعم من الدوله، يعني من ناحيه العلف، المي، الامور، تفاصيل اخرى، كهرباء، هاي الامور ما متواجده. يعني لازم اللي ياخذها واحد مستثمر اللي هو صرف من عنده، والمستثمر هذا همين يعني راح يبيع لك البضاعه شنو بسعر غالي، تنزل بالسوق بسعر غالي، فالامور يعني هم بيها صعوبه شويه. يعني اي شيء هنا يرات دعم دوله، ما دام دعم الدوله يعني ما موجود او مو بالصوره الصحيحه فهذا الشيء اثر على السوق. زين، اثر على معيشه الناس؟ طبعا يعني انت هسه عندك الحاله المعيشيه بالسوق وبالبلد بصوره عامه صعبة، تعرف انت اقتصاد بلد، دولار صاعد، بطالة هواي، شغل كلش قليل، وهذا الشيء أثر، يعني الفقير صعب عليه، حيل صعب عليه. يجونك يعني خلينا نقول الناس اللي المستوى ودون المستوى يعني ويمرون عليك، هنا شلون تقدر تتعامل؟ بأي طريقة تتعامل؟ يعني من ناحية الأسعار مثلا، من ناحية انا اعرف انه اكو ناس يعطون مجانا لوجه الله، انت هذا هاي معروفه اصلا بالاسواق يعني. هذا الشيء احنا موجود عندنا هنا يعني نساعد الناس، تفاصيل اخرى احنا من الناس اي قدر المستطاع اللي نقدر عليه يعني احنا نساعد الناس بيهم. وهذا انا جدا ممتن، بارك بيك عملك وان شاء الله رزق الحلال. الحبيب ورده بارك الله بيك، الله يديمك. هسه احنا الاخوه انا ملتقيهم اكثر من مره، واغلب اللي نلتقيهم بصراحه احنا الان نوجه نداء الى الساده الوزراء اللي كل واحد ضمن اختصاصه. يا اخي حلو من تشوف بلدك في تقدم، تشوف بلدك ما محتاج، تشوف بلدك في قمه الرقي، تشوف بلدك يعني معيشته متوسطه او جيده، يعني تحس انه اكون جاهز. كل حب وتقدير لكل مشاهدين الأكارم في كل مكان، تقبلوا ودي واحترامي أنا محدثكم أحمد الإكابي والزملاء اللي رافقون اليوم بهذه الحلقة، الزميل المصور علي فلاح وأبو سعد المصور يحيى مسهر. أشوفكم خير وسلامة، إلى اللقاء.